منذ 3 أسابيع تحاصر ميليشيا الحوثي مديريتين عمان ونعطع بمحافظة البيضاء المحاذية لمديرية بيحان شبوة، حيث يقطن في المديريتين أكثر من 20,000 أسرة تمنع الميليشيا عنهم إمدادات المواد الغذائية والدوائية وسط انتشار واسع للحميات والأمراض، والتي تفاقمت نتيجة حصار الميليشيا الحوثية الذي حال دون وصول الأهالي إلى المرافق الصحية لتلقي الرعاية الصحية. مديرية ناطع تشهد حصار خانق من قبل ميليشيا الحوثي الإجرامية، قطعوا الاتصالات، قطعوا الطرق بالألغام، الناس مرضى ما قدروا يسعفوهم، منتشر حمى فيهم، القوت الضروري ما عاد قدروا يوفروه، ولا ما عاد قدروا يجيبوه إلا على حمير بمسافات يجيبوه، وعاد يصير الواحد وهو خايف بالحمار شيء لغم يقرح عليه. محافظة البيضاء ما يقدروا يسيروها، من سار مسكوه اعتقلوا، يقولوا انت داعشي، انت تبع العدوان، انت تبع المرتزقة، بسميات يجيبوها من على ما يبوا. تحاول ميليشيا الحوثي استخدام أهالي مديريتين نعمان وناطع دروعا بشرية للاحتماء خلفهم من الضربات الجوية وزحف القوات باتجاه البيضاء، وكأسلوب انتقامي لخسائرها الفادحة في شبوة، حيث لجأت إلى قطع شبكة الاتصالات والإنترنت وتفجير الطرق الرابطة بين بيحان والبيضاء، وفجرت عقبة القندع وعقبة مالح لتفرض حصارا خانقا على الأهالي بعد هزيمتها الساحقة في شبوة وفرارها إلى البيضاء. بعد تلقي ميليشيا الحوثية الهزائم خلال الأسابيع الماضية، اليوم تقوم بمحاصرة مديريتي ناطع ونعمان وتمنع عنهم وصول المساعدات الغذائية في انتهاك صارخ لجميع القوانين الدولية، أيضا تقوم بالاختطافات والاعتقالات والتعسفات ضد المواطنين، أيضا تفجر الطرقات، تقطع الاتصالات، جميع الانتهاكات تمارسها هذه الميليشيات ضد أبناء هاتين المديريتين، وكما تمارسه ضد جميع أبناء اليمن. حصار جعل الأهالي في عزلة تامة عن العالم، فضلا عن عجزهم على توفير متطلبات الحياة الضرورية وسط حملة اعتقالات واسعة تنفذها الميليشيا بحق المدنيين في مديريتين عمان وناطع بمحافظة البيضاء. الميليشيا الحوثية قامت بقطع الاتصالات والنت وقامت باعتقال الكثير من الناس من أبناء مديرية ناطع، بحيث أن من يريد أن يذهب إلى المحافظة محافظة البيضاء من الجهة الجنوبية لا يستطيع أن يذهب خوفا من الاعتقال من قبل الميليشيا الحوثية. عجز ميليشيا الحوثي على المواجهة في جبهات القتال دفعها إلى تعزيز معنوية عناصرها إلى حصار المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية أو قصفهم بالصواريخ البالستية بشكل انتقامي في انتهاكات وجرائم ترقى لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لقناة اليمن اليوم، فؤاد المجيدي، محافظة البيضاء.